نرحب بضيفاتنا في استديو الصباح الواحد الدكتورة سارة صالح الخواجة اللي بنتكلم عن مشاركتها في ورشة العمل حول برنامج بيولوجيا السرطان وعلاجاته. دكتورة سارة، إلى موضوع وهو خاص بورشة عمل طبية شارك فيها تقريبا 10 أطباء قطريين، وكانت تتكلم حول برنامج بيولوجيا السرطان وعلاجاته. لو بشكل عام إيش كانت عن أو يعني تفاصيل هذه الورشة؟ أول شيء أشكركم على الاستضافة وإتاحة الفرصة عبر منبركم الراقي أني أتحدث عن البرامج التعليمية والتطويرية في مجال البحوث العلمية وبالتحديد الطب الحيوي، وهذه الإنجازات العظيمة طبعا ما هي إلا ثمرة الجهود العظيمة التي ابتدأها سيدي صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني وسمو الشيخ موزة بنت ناصر، ابتداء بتأسيس مؤسسة قطر للعلوم قطر فاونديشن، ومن ثم تطوير الأبحاث العلمية بالتحديد الطب الحيوي ووضع قطر على الخارطة العالمية في هذه المجالات. نعم. طبعا ها اليوم يكمل هذه المسيرة الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ويصر على تحقيق رؤية قطر 2030. بالنسبة للدورة كانت فكرتها أنها هي شراكة بين جامعة حمد بن خليفة، نعم، ومعهد قطر للبحوث الطب الحيوي وجامعة هارفارد الأمريكية التي تعتبر من أوائل الجامعات في العالم. ومثل ما قلتي كان في مشاركة من أطباء قطريين والتحديد من مؤسسة حمد الطبية وأيضا جامعة طب وايل كورنيل في قطر. طيب يعني احنا بنتكلم بالتفاصيل زيادة طبعا عن هذه الورشة، مضمونها، محاورها، ثقافة المشاركة في هذه النوعية من البرامج، وخصوصا عندك هذا البرنامج الحيوي اللي شاركتي فيه برنامج بيولوجيا السرطان وعلاجاته. لو تكلمينا عن المشاركة وماذا تأملين الحصول يعني من هذا البرنامج؟ بالنسبة لي أنا دائما كان عندي شغف في الأبحاث العلمية بالتحديد الطب الحيوي، والمجال اللي أنا يعني عندي انترست فيه هو سرطان الثدي وسرطانات النساء بشكل عام مثل سرطان عنق الرحم. فليش كان عندي هالفضول أني أعرف أكثر عن هالسرطانات؟ لأن مثلا لو أخذنا سرطان الثدي في نسائنا العربيات والقطريات نلاحظ أنه يوجد اختلاف كبير عن سرطان الثدي في النساء في الغرب. مثلا أول معلومة تقول أن الوقت اللي ينعرف فيه أقل بعشر سنوات، يعني إحنا معرضين أن نصاب بسرطان الثدي 10 سنوات أقل، يعني في سن مبكر يعتبر مثل 47 أو 50 سنة. فهاي يعطينا شوية أفكار متى نبدأ توعية النساء ومتى يبدون الكشف المبكر عن سرطان الثدي. فحبيت أني أتعمق في هالمجال وأدرس أكثر عن سرطان الثدي في عالمنا العربي بالنساء القطرية. وشان شفتي هذه الشراكة يعني بين اللي هو معهد قطر لبحوث الطب الحيوي ومؤسسة يعني أكاديمية عالمية مثل هارفارد، جامعة هارفارد؟ التعاون بين جامعة حمد بن خليفة معهد قطر لبحوث الطب الحيوي وجامعة هارفارد يعتبر الأول من نوعه في قطر والشرق الأوسط، لأن جامعة هارفارد تعتبر الأولى عالميا في مجال الطب والبحوث. فهالنوعية من المشاركة والاستفادة من هالخبرات العالمية أكيد بيكون يعني خطوة إيجابية لقطر في تطوير هذا المجال. زين، إذا بنتكلم إيش تتمنين من مشاركتك في هذا البرنامج؟ بالنسبة لي على الصعيد العلمي أتمنى أني أطور من نفسي وأستفيد من هالخبرات وأحاول أني أطبق هالأفكار وهالبحوث في عالمنا وفي دولتنا بالتحديد. بنقول يعني وبنرجع لموضوعنا اللي هو الأبحاث في مجال السرطان إيش كثر يشكل يعني أهمية في منطقتنا، ولو ذكرتي شيء بسيط من شوي عن سرطان الثدي في قطر. بالضبط، مثل ما ذكرت في البداية سرطان الثدي يعتبر مميز في منطقتنا العربية عموما في النساء العربيات. أول معلومة قلناها أنه يكتشف في سن مبكر. ثاني معلومة تقول أنه للأسف عندما يكتشف يكون في مرحلة متقدمة يصعب علاجها. أنت لما تقصدين مميز أنه فرق يعني في مسألة الحالة نفسها؟ بالضبط، في الحالة وفي التوقيت، يعني متى يصيبها المرض يكون بدل مثلا ما يصيبها في سن 60 يصيبها في سن 50، يعني يعتبر 10 سنوات أصغر.
وثاني معلومة أنه يكون في مرحلة متقدمة للأسف، يصعب يكون أصعب في العلاج. ثالث معلومة أنه في بعض الأحيان لا تستجيب للعلاجات المتعارف عليها لسرطان الثدي، فبالتالي هالنوعية من الأبحاث ضروري تكون في منطقتنا، لأن اعتمادنا لازم يكون على شعوبنا وأخذ عينات منهم، لأن في النهاية الغرب ما لا أعتقد أنه راح يطبق أي بحوث على يعني شعوبنا أو النساء العربية المنطقة نفسها. نعم. إنزين، بس إذا بنتكلم عن الدراسة والبرنامج اللي أنتي مشاركة فيه، لوين وصلتي فيه؟ هو البرنامج يعتبر يعني متكون من ثلاث محطات رئيسية. أول محطة حدثت في العاصمة في الدوحة، وكانت مثل مقدمة عن مرض السرطان وعلاجاته. الورشة الثانية راح تكون في لندن، وراح تتابع ما بدأناه في الدوحة، ومن ثم الختام راح يكون في بوسطن في أمريكا في الجامعة الأم هارفارد، حتى نختتم يعني هذه الورشة ونتعرف على يعني المستجدات في علاجات السرطان. هذه مراحل البرنامج، لكن إذا بنتكلم عن أنواع السرطانات غير سرطان الثدي. تم مناقشة عدة سرطان، منها أيضا سرطان عنق الرحم لدى النساء وسرطانات القولون. نلقاكم بكرة بإذن الله في موعد جديد من برنامجكم صباح رباح مع مواضيع جديدة وفي أمان.